أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج مبادرة وعي من أجل الحياة الكريمة لنشر المعرفة وتطوير الوعي والاتجاهات الاجتماعية في الريف المصري. وخلال كلمتها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه يتم العمل من خلال برنامج وعي على التنمية والحياة الكريمة من خلال توحيد وتكامل خطاب الوعي الاجتماعي العلمي والديني والثقافي والقانوني، مشيرة إلى أن القيم مرتبطة بالأعراف والتقاليد والمناخ الثقافي وكذلك الإعلامي. وزارة التضامن يعني تطلق مرحلة أكثر نضجاً لبرنامج وعي للتنمية والحياة الكريمة في إطار توجيه القيادة السياسية لتعزيز الوعي الإيجابي في المجتمع المصري واستعادة منظومة القيم والاستزادة منها. مسألة إرساء القيم الدينية والاجتماعية والمصرية الأصيلة هي هدف من أهداف القيادة السياسية ولينا جميعا في المجتمع المصري لإيجاد مرجعية قوية لبرامجنا التنموية ولإعادة بناء الوطن. يمكن النهاردة بنشرف باستضافة يعني الفئات المختلفة من الدين الإسلامي والمسيحي، من أول مستشار الفتوى الدكتور شوقي علام إلى استضافة أيضا وزارة الأوقاف، مؤسسة الأزهر الشريف، الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الأرثوذكسية، الطائفة الإنجيلية. تأتي فعاليات هذه المبادرة، مبادرة طبعا وعي والتنمية وحياة وعي، هذا يعني الوعي له مكانته والوعي له دوره في نجاح وفي نجاح ما نقوم به. في الحقيقة الوعي حضراتكم لمكانته لابد من تضافر الجهود فيه في هذا الأمر. أنا يعني هذه المبادرة التي يعني الآن في يعني تتكفل بها وزارة التضامن الاجتماعي أيضا إحدى المبادرات التي تقوم بها ومشاركات في خدمة المجتمع. هو مبادرة وعي مبادرة مهمة جدا بتقوم بها وزارة التضامن في مصر، وهي في إطار الجهود الدولة المصرية بالاهتمام بالسلام المجتمعي والأمن المجتمعي. مبادرة وعي بتهتم بالأسرة وكيف تكون لدينا أسرة آمنة مؤسسة على مجتمع المتانة والمرونة، بتهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة أو أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع بشكل مهم جدا، ببناء جيل من الشباب قادر على فهم التحديات والمتغيرات. هو الحقيقة دور المركز بالمشاركة الحقيقة مع برنامج وعي تحت رعاية معالي وزيرة التضامن هو دور تنفيذي، بحيث ان احنا كوننا الرسائل الأساسية لبرنامج وعي واللي هي فعلا بتتعلق بالقضايا المجتمعية الشائكة المعاصرة، وبننطلق بيها في البداية لتدريب رجال الدين المسيحي والمسلم في طريق ان احنا او في سبيل ان احنا نوحد الخطاب الحقيقة المجتمعي لرجل الدين.